في الفيديو ده وللمرة التانية هشرح لكم ازاي تعمل ايداع على منصة بينومو بكل سهولة وبكل سلاسة من خلال جهاز الكمبيوتر، لان الشرح اللي فات عملناه على جهاز التليفون. كل ده هنشوفه بعد التفاصيل بعد الانترو الصغير اللي جاي ده. اهلا بيكم يا شباب، رجعنا مره تانية معاكم احمد البابلي من قناه البشمدرس، القناه المختصه في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيره وفرص العمل. زي ما شوفنا كده في مقدمه الفيديو، ان شاء الله النهارده هتكلم عن الايداع. الايداع في بنومو المنصه اللي بنتكلم عليها كتير جدا وعملنا لها اكتر من 40 فيديو، هتلاقيها في البلاي ليست اللي هتظهر فوق دلوقتي بكل سهوله وكل بساطه. النهارده هكلمك عن ازاي تعمل ايداع في المنصه دي من غير اي تعقيد. الموضوع سهل جدا ومبسط، وكمان هشرح لك على الطريقه اللي بتقف معاك او المشكله بتقف معاك لما بتيجي تعمل ايداع او تعمل سحب من على منصه بنومو. كل ده هنشوفه سوا دلوقتي بالتفصيل من خلال الشرح اللي هنعمله دلوقتي على جهاز الكمبيوتر. فيلا بينا نروح على جهاز الكمبيوتر سوا، بس ما تنساش طبعا تعمل لنا لايك على الفيديو ده، اشترك في القناه وفعل الجرس قبل اي حاجه. لو عندك اي مشكله بتواجهك في المنصه يا ريت تسيب لنا ده في كومنت، بحيث ان انا اعمل لك عليها فيديو لو الموضوع يستحق ده، او ارد عليك على التعليق بتاعك او الكومنت بتاعك. ويلا بينا نروح بقى على الشرح العام على جهاز الكمبيوتر، وما تنساش ان كل الروابط موجوده تحت في صندوق الوصف. اهلا بيك يا شباب، رجعنا مره تانية للشرح العملي. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده، ده الموقع بتاعنا، موقع بينومو. انا دلوقتي فاتح من على الكمبيوتر، ممكن انت تفتح من على الموبايل او من التابلت او من اي جهاز، هتلاقي كل الروابط موجوده تحت في صندوق الوصف. والنهارده هعلمكم طريقه الايداع بكل سهوله من المنصه. زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه، اتاكد الاول انك على الحساب الحقيقي الريال اكاونت. ونصيحة مني يا شباب، اتعلم الاول على الحساب التجريبي اللي هو الحساب الديمو، ووصل الحساب الديمو لرقم كويس واشتغل واتعب على الحساب الديمو. ان شاء الله لو قعدت شهر او اتنين او تلاتة، المهم انك تتأكد انك فعلا بقيت مؤهل انك تعمل ايداع وانك تشتغل في المنصة. وبعد كده ابدأ انك اعمل ايداع. هتعمل ايداع ازاي؟ هتدخل هنا على الريال اكاونت. بعد ما تفتح الريال اكاونت، زي ما شايفين انا مصفر الحساب او مفضي الحساب علشان اوريك الشكل، تقريبا عندك هيبقى عبارة عن اصفار كده. هتبدأ هتلاقي هنا خانة مكتوب عليها خانة الديبوزيت، هتبدأ انك تضغط على الخانة دي. بعد كده يا شباب هيظهر معانا الصفحة دي او يفتح معانا الصفحة دي، وهي صفحة الايداع. هتأكد انك واقف على ديبوزيت فاندز او ايداع الاموال لو انت الاكونت بتاعك باللغة العربية. هنا طبعا بيقولك اختار الدولة او البلد بتاعتك، انا هنا في حالتي موجود في مصر. وهنا طبعا هتلاقي وسائل الايداع كلها اللي موجوده في الموقع. عندك هنا الكريبتو والعملات الرقميه زي البيتكوين والتيسر اللي هي عمله الدولار او اليو اس دي تي، وهتلاقي هنا اليو اس دي سي كوين برضو موجوده، والايثيريوم واللايت كوين، عملات كتير جدا. زي ما انت شايف هنا عندي برضو بعض العملات الاخرى زي التحويل البنكي وكده. وهنا زي ما انت شايف عندي المحافظ الالكترونيه او الاي والتس زي البرفكت ماني والويب ماني والاي دي في كاش، اشهر الحاجات اللي موجوده زي ما انتم شايفين، والاسترو باي. وهنا عندنا الايداع بالفيزا او الماستر كارد. اهم حاجه شباب هي انك تودع بوسيله تكون سهله وتعرف تسحب عليها، لان نفس وسيله الايداع هي هتبقى نفس وسيله السحب. ما ينفعش تستخدم وسيله ايداع مثلا فيزا وتيجي تسحب فتلاقي الفيزا بتاعتك مش بتقبل السحب، لازم انت تستخدم نفس الوسيله. انا هنا في حالتي هستخدم مثلا البرفكت ماني من اشهر الوسائل واسهلهم. هنا زي ما انت شايف تحط المبلغ اللي انت عايز تعمل له ايداع، او تختار من الباقات اللي هم حاطينها لك هنا. انا في حالتي هنا ممكن مثلا اعمل ايداع بمبلغ مثلا 38 دولار او 37 دولار، زي ما احنا شايفين كده. هنا طبعا ده لو عايز تاخد بونص تبدأ تدوس هنا، وعايز تستخدم الكوبون برضو هيديك 100% على الايداع، هتلاقي البونص موجود تحت في صندوق الوصف، هسيبه لك. وتدوس هنا على اد وتكتب البونص، بس دي شروط البونص وكنت عملت عنها فيديو قبل كده. طبعا انا في حالتي انا مش عايز استخدم البونص، هبدأ ان انا ادوس هنا على كلمة ديبوزيت عشان اعمل ايداع برقم 37 دولار. زي ما انت شايف هنا هيبعتني على البرفكت يقول لي هنسحب 37 دولار، اقول له تمام. هنا هكتب الرمز السري، دوس هنا على بريفيو بايمنت. زي ما انت شايف كده هنا بيقول لي هناخد عمولة تقريبا 73 سنت، اللي هي تقريبا 2%. ادوس هنا على كونفيرم بايمنت والحساب فيه 39 دولار، ابدأ ادوس هنا على كونتينيو. انا كده عملت عملية الايداع. زي ما انت شايف هنا بايمنت كومبليتد، يعني العملية تمت. وزي ما انت شايف الرصيد ظهر معايا هنا 37 دولار. هبدأ ارجع هنا تاني للي تريدنج، وزي ما انت شايف هنا مبلغ بقى 37 دولار موجود اهو. واقدر اعمل عمليات زي ما انت شايف هنا
سواء باي او سيل وكده. ده كان او يكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عندك اي مشكلة تقدر تكلم الدعم من هنا، هيرد عليك وبدون اي مشكلة. وفي شات كمان لو عايز تكلم الدعم شات، وفي لغة عربية او لغة انجليزية. بس كده شباب، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، اتمنى الكل يكون ما بقاش عنده اي مشاكل في عمليه الايداع. شكرا انك وصلت لحد الوقت ده من الفيديو. كل الروابط موجوده تحت في صندوق الوصف. ما تنساش تسيب لنا لايك على الفيديو، كومنت لو عندك اي استفسار، اشترك في القناه وفعل الجرس علشان تشوفني مره تانية. ما تنساش تنتسب في القناه او تعمل انضمام في القناه من الزرار اللي جنب الاشتراك ده، لو انت حابب تكون يعني شخص مميز معانا في القناه وتحصل على بعض المزايا الجديده. شكرا ليكم، ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.